في قناة أسهل وأبسط أكلة مطبخ الغلابة. النهاردة هنتعرف على الورق العنب. إيه الفرق بين ورق العنب وورق التوت؟ وكلنا لازم نخلي بالنا لأن السوق دلوقتي مليان بورق التوت. ورق العنب زي ما احنا شايفين كده ورقة رفيعة ولونها فاتح وفيها العرق ده اللي هو الرفيع ده، لو قطعناه كده ودقناه نلاقوه فيه مزازة، او العرق ده لو اتقطم وحطيتيه في بقك كده هتلاقيه فيه مزازة العنب. وكمان معلومة تانية، اول ما بيتحط في المية بيبقى اللون ده، لكن ورق التوت ما بيبقاش اللون ده، بيبقى اخضر زي ما هو وعمره ما بيجيب اللون ده الا بسيط خالص، فبيبقى واضح خالص عن ورق العنب. حطينا ورق العنب وسلقناه بالشكل ده زي ما احنا شايفين، الورقة الرفيعة ولونها جميل ازاي، فرق كبير بين ورق العنب وورق التوت زي ما احنا شايفين كده بنفس الشكل. ورق التوت بقى عمره ما بيجيب اللون ده، بيبقى يعني بسيط فيه والباقي كله اخضر، ده ورق التوت عشان نبقى عارفين ومحدش يضحك علينا. نعمل بقى الخلطة دلوقتي. جبنا الطماطم وعصرناه بالشكل ده، خلطة المحشي معروفة طبعا، وده البصل حطيناه على الطماطم مفروم برضو او مبشور، بس يكون فيه حتت يعني ما يبقاش معصور. وبعد كده غسلنا الخضرة، بقدونس والشبت وكزبرة بالشكل ده، زي ما احنا شايفين يبقى معانا الطماطم والبصل والخضرة. ناقص ايه؟ نحطه ملح وفلفل اسمر، وناقص حاجة تاني كمان زي ما احنا شايفين بنفس الشكل ده. هنحط بقى ايه تاني؟ هنحط حبة زيت، لازم الزيت في المحشي بالشكل ده، ولو حابة تحطي زبدة او سمنة طبعا ده بيبقى فوق الوش بعد المحشي ما بيتلف. حطينا الزيت على الملح والفلفل الاسمر والبصل والطماطم والخضرة، هنقلب بقى الخلطة كلها بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهنغسل الرز غسلة كويسة كده. قلبنا كل الخلطة دي، احسن خلطة محشي واخف خلطة محشي في الحر اللي احنا فيه، اللي بيسبك لها دي طبعا تبقى تقيلة قوي في الحر، لكن كده خفيفة وبسيطة. غسلنا الرز وحطيناه بالشكل ده ونقلبه كله على بعض ونبتدي اللف. وتعالوا نشوفوا اللف مع بعض. فردت الورقة طبعا، حطيت الخشنة من فوق والنعمة من تحت، حطينا الرز وقفلنا من الجنبين بالشكل ده وشدينا على قد مقاس او حجم الورقة، اهي بسيطة خالص، اسهل طريقة للف. نحط الرز ونقفل من الجنبين ونلف بمنتهى البساطة، ولا احسن ما كانت لف محشي بالشكل ده، وبيبقى صغير حسب حجم الورقة. وكده خلصت المحشي كله، وحشيت كام قرن فلفل في وسطه عشان يديله طعم وريحة جميلة. وجربي الطريقة دي، بس خلي بالك بالفرق بين ورق العنب وورق التوت. وياريت اللي عجبه الفيديو ما ينسناش باللايك، والجديد معانا اهلا وسهلا، ياريت ما ينسناش باللايك والاشتراك في قناة اسهل وابسط اكلة مطبخ الغلابة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وباي باي.